والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والنجم إذا هوى. النجم مطلق النجم ليس نجما بعينه، هذا النجم الذي في السماء حينما يهوي أي حينما ينزل وراء الأفق بحكم دورة الأرض حول نفسها أو حينما يغيب أو حينما ينتثر، إذا الشمس قورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، حينما يغيب عن الأنظار أو حينما ينزل وراء الأفق أو حينما ينتثر، هذا النجم لا ينبغي أن يعبد من دون الله، لأنه يغيب، لأنه يسقط، لأنه يتلاشى يوم القيامة. المعبود ينبغي أن يكون أبدياً أزلياً أبدياً، لا أول له ولا آخر له. وقد قال بعض المفسرين إن النجم يقصد به نجم الشعرى، هذا النجم كان يعبد من دون الله في الجاهلية، لذلك قال تعالى وأنه هو رب الشعرى. الشعرى ليس ربا، الله ربه، فأي شيء دون الله عز وجل إذا عبد من دون الله فهو سيتلاشى سيغيب. معنى الثاني إن النجم آية من آيات الله، فواو القسم إذا أقسم فبالنسبة إلينا وإن لم يقسم فبالنسبة إليه، لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إن لم يقسم فبالنسبة إليه وإن أقسم فبالنسبة إلينا، وإن أقسم يخرج هذا القسم عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى آياته التي يمكن أن تكون دليلاً على عظمته ودليلاً على قدرته وعلى علمه وعلى رحمته. والنجم إذا هوى صاحبكم، لماذا قال صاحبكم؟ أي لأنكم تعرفونه، تعرفون صدقه وتعرفون أمانته وتعرفونه أنه ما كذب قط في حياته، ما جربنا عليه كذبا قط، تعرفون نسبه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته وتعرفون عفافه، هذا صاحبكم تعرفونه، ما ضل وما غوى، ما ضل عقله ولا انحرف سلوكه. وفي هذا تعريض بقريش، يعني أنتم ضللتم وغويتم، أنتم ضللتم وانحرفتم، أنتم ضللتم واعتديتم، هو ما ضل وما غوى. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى،
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنت عقل يدرك وقلب يحب، فإذا سرت على منهج الله لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك بانحرافه. وما ينطق عن الهوى، أيضا في هذه الآية تعريض بالكفار. أنتم إذا تكلمتم عن أهوائكم. لو الإنسان راقب نفسه، طبعا غير المنضبط غير الملتزم المتفلت، تسعة أعشار كلامه غير موضوعي عن الهوى، يعني بيتكلم كلام لمصلحته. إذا البضاعة بضاعته يثني عليها ثناء لا حدود له، إذا بضاعة جاره يمكن ما يحكي ولا كلمة بس يتحول، يعني كأنها لا تعجبه. هذه الحركة لا ينطق عن الهوى، ينطق عن الهوى ويسكت عن الهوى. الإنسان يتكلم لصالحه، يمدح ما عنده، يذم ما عند غيره، يحسن الشيء إذا كان يملكه، يبخس الشيء الذي لا يملكه. فتسعة أعشار كلام الناس كلام غير موضوعي غير حقيقي، ليس فيه دقة ولا فيه إنصاف. أما النبي ولا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، أيضا الإنسان غير المؤمن ينطق عن الهوى. تلاقي الناس الآن كفروا بالكلمة، لماذا؟ ما في كلمة صادقة، كل الكلام ينطلق من مصالح ويتجه نحو مصالح. الموضوعية شبه نادرة بين الناس. تتكلم الحق ولو كان مرا، تتكلم الحق ولو كنت أنت المعنية به، هذا شيء من خصائص المؤمن. يعني وما ينطق عن الهوى، هي آية دقيقة جدا. قبل أن تنطق هل تقول الحق أم الباطل؟ إن هو إلا وحي يوحى. هو تعود على من؟ قال تعود على القرآن في بعض التفاسير، وعلى نسخ النبي، وعلى نسخ النبي في بعض التفاسير. إذا أعدنا إن هو على نسق النبي، يعد كلام النبي وحيا. لذلك علماء الأصول يقولون الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو، الكتاب والسنة. الكتاب حق كله والسنة حق كلها، لكن الكتاب قطعي الثبوت كله، أما السنة بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت. يعني في حديث ضعيف، في حديث موضوع، أما السنة الصحيحة كأنها وحي إلهي. إن هو إلا وحي، ما معنى يوحى؟ أيام الكلمات لها مجاز، يعني وحي فعلا وحي، قال وحي يوحى، يعني هذا طعام أكل يؤكل، هذا كتاب يدرس. كلمة يوحى تفيد دفع توهم المجاز، وحي حقيقي. لذلك الوحي لما جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ضمه ضمة اختلفت معها أضلاعه. لماذا؟ يعني هذا الوحي ما جاءه في المنام نايم، ضمه ضمة اختلفت معها أضلاعه، ثم أرسله، ثم ضمه، ثم أرسله، ثم ضمه. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الوحي جاءه وهو صاحٍ في أعلى درجات اليقظة، وهذه الضمة حكمتها أنه كان يقظاً وكان صاحياً. قضية إن هو إلا وحي يوحى، والدليل الوحي انقطع. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى،
هو ظن النبي أن الله ودعه وقلاه، قال له لا، ما ودعك ربك وما قلاه، لكن تأخر الوحي له معنى عميق جدا. لو كان الوحي كما يتوهم المتوهمون من فعل النبي ما بينقطع أبدا، الوحي كيان مستقل عن كيان النبي، لا يملك له جلبا ولا دفعا، إن هو إلا وحي يوحى. ديننا أساس الوحي، علمه شديد القوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمي، والأمية في حقه كمال وفي حقنا نقص. أمي حجز عن ثقافة عصره، لم يطلع على ثقافة عصره، كان في ثقافة إغريقية، في ثقافة يونانية، حجب عن ثقافة عصره ليكون كلامه كله وحيا من الله عز وجل. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه مطلع على ثقافة عصره وتكلم بعد نزول الوحي، لكان هناك سؤال يلقى عليه في كل دقيقة، هل هذا الكلام من ثقافتك أم من وحي السماء؟ علمه شديد القوى. المفسرون مذاهب على مذاهب في تفسير هذه الآية، بعضهم قال علمه جبريل، ومن علم جبريل؟ الله جل جلاله. وبعضهم قال علمه الله جل جلاله، يعني شديد القوى عند بعض المفسرين الله جل جلاله، وعند جمهور المفسرين جبريل عليه السلام، لكن علمه الله عن طريق جبريل. بهذا الكلام نجمع بين التفاسير كلها. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة ذو إحكام، يعني العلم الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علم محكم، العلم المحكم لا خلل فيه، لا تناقض، لا اضطراب، لا ضعف، لا ضعف في المعالجة، لا ضعف في التفسير، لا ضعف في التأويل، علم محكم مكين قوي متماسك معلل بالدليل مؤيد بالواقع. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الحبل يفتل ويفتل ويفتل حتى لا يمكن فكه، نقول هذا الحبل ذو مرة. هنا استعير هذا التعبير للتأكيد على أن العلم الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علم متين، علم محكم، علم ينطبق على الواقع والفطرة والحقيقة 100%، علم هو في الحقيقة وحي من السماء. ذو مرة فاستوى. الآن إذا فسرنا أن الذي علمه شديد القوى هو الله عز وجل، فاستوى بمعنى استوى على العرش، والاستواء معلوم والكيف مجهول. أما إذا فسرنا أن الذي علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، ذو مرة يعني ذو علم محكم، ذو علم متين، فاستوى في الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في غار حراء رأى جبريل عليه السلام فيما ترويه الروايات الصحيحة، رآه وقد سد الأفق كله، رآه على الصورة التي صوره الله بها، ملأ الأفق كله شرقه وغربه. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية التي تملأ أفق السماء شرقا وغربا، ثم دنا من محمد عليه السلام شيئا فشيئا فشيئا، ثم تدلى له حتى كان على شكل دحية الكلبي، وهو من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجملهم صورة. ثم دنا فتدلى، أو ثم تدلى فدنا، كلاهما بمعنى واحد. تدلى أي نزل إليه،
نزل إليه شيئا فشيئا واقترب منه شيئا فشيئا، ثم أصبح بصورة إنسان من بني البشر محبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام جميل الصورة، اسمه دحية الكلبي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. العرب كانوا إذا اصطلحوا يجعلون القوسين قوسا واحدا ويرمون بهما معا رمحا واحدا، فالقوسان هنا تلامسا حتى اتحدا وصارا شيئا واحدا. فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني نزل من السماء، تدلى من السماء، واقترب شيئا فشيئا إلى أن أصبح قريبا من النبي كقرب القوس من القوس، وأصبحت صورته صورة دحية الكلبي، أحب الناس إلى رسول الله وأجملهم صورة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، عندئذ فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. قال له اقرأ، قال له لست بقارئ. قال اقرأ، قال لست بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كأن هذه الآيات ترينا بداية الوحي، يعني هذا القرآن من وحي السماء، من عند خالق الأكوان، من عند مدبر الأرض والسماوات. أما إذا فسرنا أن الذي علمه شديد القوى هو الله جل جلاله، ذو مرة ذو قوة وعلم، فاستوى على العرش وهو بالأفق الأعلى، عندئذ نفسر هو تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، هو في أعلى الآفاق. ما كذب الفؤاد ما رأى. هناك تطابق بين رؤية القلب ورؤية العين. أيام ترى بعينك شيئا لا تصدقه، القلب ينكر عليك ذلك. بعض السحرة المهرة ترى شيئا بعينك لكن قلبك لا يصدقه، لكن هنا ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى بعينه ورأى بقلبه، فجاءت رؤية قلبه مطابقة لرؤية عينه. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ وهذه مشكلة كل مؤمن في آخر الزمان. هو يرى أن الله هو كل شيء، يرى أن الدين هو كل شيء، يرى أن طاعة الله هي كل شيء، يرى أن المعصية هلاك، يرى أن الانحراف عن الطريق الصحيح شقاء، يرى أن الكسب الحرام متلفة للمال، يرى أن أشقى الأشقياء من عصى رب الأرباب. هذه رؤيته. حوله أناس يرون غير هذه الرؤية، يرون الدنيا كل شيء، المال كل شيء، الشهوات هي كل شيء. فدائما في مشادة بين أهل الإيمان وبين أهل الإعراض. أنت إما أن تقبل وإما أن تعرض، إما أن تستقيم وإما أن تنحرف، إما أن تخلص وإما أن تخون، إما أن ترقى وإما أن تسفل، إما أن تنصف وإما أن تجحد. فلذلك أفتمارونه على ما يرى؟ هو يرى. لذلك نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت لست مجنونا، أنت عاقل. أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، حينما كان في المعراج، حينما وصل إلى درجة لم يصلها نبي قبله. سدرة المنتهى في التعريف في المعنى الدقيق أعلى مرتبة وصلها إنسان، حتى إن سدرة المنتهى في رأي بعض المفسرين هي المكان الذي وقف عنده جبريل ولم يستطع أن يجاوزه، وجاوزه النبي. لذلك نحن أتباع لسيد الأنبياء والمرسلين، لسيد ولد آدم ولا فخر، للإنسان الأول الذي أقسم الله بعمره السمين، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
عندها جنة المأوى. حقيقة الجنة القرب من الله عز وجل. إخواننا الكرام، حقيقة أقولها لكم متواضعة، إذا اعتقدت لثانية واحدة أن شيئاً في الأرض مهما كبر ومهما علا يمكن أن يسعدك فأنت جاهل، لا تسعد إلا بالله. شيء في الأرض، المال الوفير، الصحة القوية، الجمال الفتان، المنصب الرفيع، القصر المنيف، المركبة الفارهة، العز التليد، إذا اعتقدت أن شيئاً في الأرض مهما علا يمكن أن يسعدك سعادة متنامية فأنت واهم، لا تسعد إلا بالله. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. المؤمن طبعاً، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من الله عز وجل من الرحمات ما لا يوصف. الشيء العجيب أن هذا النبي الكريم لو أتيح لواحد منا، وهذا من الحلم، أن يلتقي به حينما كان حياً، شيء لا يصدق. يعني في أنوار من الله، في رحمات من الله، في قوة تأثير، في سعادة لا توصف. ما زاغ البصر وما طغى، زاغ يعني نظر يمنة أو يسرى، طغى نظر إلى ما لا يحق له أن ينظر، فكان في أعلى درجات الأدب والثبات. أحياناً الإنسان يجمع بين الأدب والثبات، بين قوة الشخصية والأدب. ما زاغ من خوفه ولا تجاوز الحد من أدبه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني قيل أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على كل شيء، حتى على نهاية العالم، حتى على أهل الجنة وأهل النار. يعني الذي نؤمن به نحن بالخبر الصادق، النبي رآه رأي العين. لذلك النبي وحده إذا حدثنا عن اليوم الآخر وعن نعيم أهل الجنة وعن عذاب أهل النار، وحده حديثه عن رؤية وشهود لا عن تصديق وإقرار. نحن أطلعه الله على ما كان وعلى ما يكون وعلى ما سيكون. لذلك أحاديث النبي عن آخر الزمان وعن قيام الساعة وعن علاماتها الصغرى والكبرى من هذا القبيل. هذه الآيات تشير إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.